بس كل يسكت كل يسكت كل مقدمه كل يسكت. بس انا كنت حلو دلوقتي هنعمل فيديو بتاع هم حاجه زي دردشه بس يعني دردشه واسئله يعني حاجه بين اتنين كده. والدست هو اللي هيشرح الفيديو عباره عن ايه. يلا اتفضل. الفيديو باختصار انا محضر 15 سؤال كل واحد منهم سوكس الى رواح وش كان اسمك المخطوب حوده حوده يا عم يلا الله يخرب بيت كده. بيختارون رقم من واحد ليلة 15 هو اللي يختار الرقم أعطيه السؤال حق الرقم وإذا يجاوب يأخذ نقطة وإذا لا ينشب. موجود 10 أسئلة سؤال وجواب وخمسة أسئلة سؤال ودردشة. ماشي. طب ما أنا مش هكمل بقى كده. مين يبدأ أنا ولا مين؟ في اللحظة بأول شيء. هلا وسهلا يا حسن. يا اهلا وسهلا. اختار رقم من 1 الى 15. بختار 6. 6. كم عدد الالعاب اللي ظهرت فيها شخصية بليز هكات؟ اوه سهل. عندك سونيك رش، سونيك جورش ادفنتشر، سونيك او 6، سونيك كاراج 3DS، سونيك تيم ريسينج. صح. اول نقطة لحسون. نايس. هسه نبدأ بالمخطوب. يا عم مش لازم الاسم. المخطوب اللي ما منه فايدة. الله يسامحك. مخطوب. من 1 الى 15 يلا يا المخطوب. 1. سؤال بيعجبك ذا. ما اسم الجزيرة الخاصة تيلز؟ اسوال؟ جزيرة ابنك تيلز اسمها ايه؟ يا دي النيلة هدي اولها. حاول افكر استنى. امرالد ايلاند حاجة زي كده يعني حاجة فيها امرالد. لا 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 فيها امراض بس مش ايلاند. امرالد هيلزون؟ يابا يابا صح صح. بختار رقم 12. عدد التخزينات في لعبة سونيك 3 العادية مش 3 ناكلز كم؟ حاول اتذكر. بما اننا مطولين. طيب انا بظن انه واصل ل 7 أو 5. كنت قريب جدا لانه الاجابه كانت 6. يلا النقطة راحت منك. انا حصلك يا سكسون متلاش. انا حصلك. اختار رقم 5. هذا احسن سؤال. ليش؟ هل سيلفر شخصية جانبية؟ يا دي النيلة. ديم السؤال ده بيرسونال. انا مطلقة وصح بقى عشان يعني مطلقة وصح. طيب ده يعتمد على تتكلم على انهي لعبة يعني لو عصنك وسيكس لا مش جانبية اما لو بقى لعب جانبية يعني حاليا يعتبر جانبي ككل ككل. للأسف انا للأسف يا سيلفر. الظلم ايه صح والغلط. طب راجل مشي سابنا. اوكي وين كنا؟ انا كنت بقولك يعني طب الاجابه صح والغلط. طب انا مش عارف. اوكي مع انه الاجابه ما كانت ترضيك بس صح. اوكي كويس. الفار شخصيه جانبيه. انت احترفت. للاسف كنت مطلع عشان اكسب. انا بعمل على اساس كلامك انت يعني انت بتقول انت يعني انت عامل الاسئله فتعرف الاجابه فبعملها على اساس كلامك انت. لو كنت عامل السؤال كان ممكن اقول سبب شخصيه مش جانبيه وسبب عمكم كلكم غصب عن اي حد واي حد يقول كده يبقى بره عن الكلام ما اعرفش. فقصها وخليها سي دي. يا دنيلا يا عم هنقصك كده هنزلها في فيديو يا عم اهو. المخطوب يعترف انه سيلفر شخصية جانبية. ده عندها ايش 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 ايه ليش ده عندها دول يا حسان يا اسطى. ايه ده الراجل نام. نعم هي انا كسبت خلاص يلا فيديو خلص. والله ما تفوز. انا كسبت خلاص. انا جاوبت سؤالين هو جاوب سؤال واحد بس انا كسبت. فوكس فيلر نيرد لازم يفوز. نعم انا فهمت. ابتدي بقى شغل التفضيل ده بقى. يا مرتشي عمرك شفت مقدم برنامج مرتشي؟ يا مرتشي يا جيل ده اكيد ما راح اقبل واحد مخطوب. انت كده مخطوب. يلا يا مرتشي سكسر دفعلك كام؟ دفعك كام وانا اديك اكتر؟ نيترو. ابتديها كده بقى شغل النصب بقى والبتاع الحركات اللي تيجي بقى كده خلاص كده صار ايش؟ مفيش حاجه حصلت. مفيش حاجه حصلت. ما صار انت بس هودا صار يسبك كثير. ما حصلش. افا زعلتني يا هودا. ولا كيه لا ما حصل. لا ولا ما توقعناش في بعض. لا كله متسجل. لا اختار رقم من 1 الى 15. هدا رقم 12 و 9 و 1 و ها؟ 3. كم عدد العاب سونيك الجانبية؟ دين مرة كثير. لقيته بس في الحتة دي يعني سلك له كده يعني هو يخمن اي رقم ولو قريبة خلاص احسبها له بقى. المخطوب اسكت. يا عم انا بساعد الله. بساعد صاحبي طب الله. انا بكمل السوكس هيلر. خلاص راحتك. ثاني نقطة السوكس هيلر. Let's go. 15.
سؤال صعب، أتوقع أنه صعب سؤال. ما هي طريقة تشغيل لعبة سونيك 3 أند نيكلز في جهاز السيجا جينيسيس؟ لا عم عارفة، أنا تاني معرفها. بتحط الأول اللي هو اللعبة، بس هي تكون مربعة كده، مش تكون سي دي، هي تكون حاجة زي كارت كده اللي هي اللي عليها سونيك 3 الأول، وبعدين فوقيها بتحط فوقيها بقى اللي هو برضه اللعبة بتاعت سونيك أند نيكلز. كيف سويتها يا مخطوب؟ عارفها. ثالث طلعت. أنا أختار رقم 13. ما معنى اسم هايبر سونيك؟ اسمع اسمع اسمع، اصبر اصبر، كمل يلا. لا 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 لا، بقول لك انت غش، ده يعتبر سؤال مخادع صح. اتفق، يعني هايبر، هايبر يعني اقصى طاقه ممكنه. يخمك هتسكت له؟ تستسلم؟ بقى تسكت، انا مكانك اخذ النقطه وخلاص. احسسها وخلاص بقى، انا ارفض اخسر نقطه عشان سؤال مخادع. عشان شوف رساله، شوف رساله، بس اعطيك ثالث نقطه صدقني. طيب ما ادري جواب. شوف 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 رساله. ثواني، اسمع، صونك المفرط يفرط في الطاقة. صونك المفرط ثاني نقطة شوكس. يلا هذه كوسة بقى همشيها. ثمانية ثمانية، سؤال دردشة. إذا ولك إذا بتاخذ نقطة، هل تشوف إيجمان أفضل شخصية في عالم صونك؟ لا لا لا، كيف بالصراحة؟ ايش رايك بإيجمان يعني؟ بص يا سيدي، لو قارنته ببقية الأشرار هتلاقي ان هو يعني إيجمان اضعف واحد فيهم، بس في نفس الوقت يعني هو اللي بيصنع الأشرار دول. يعني مثلا عندك ميتال سونيك يعتبر اقوى شرير ضد سونيك مفروض يعني، فإيجمان هو اللي صنعه. ففي حاجة بقى ما تعرفش يعتبر إيجمان هو القوي ولا ميتال سونيك بقى. اتوقع انه إيجمان، لانه يعني هو اللي صنعها يعني. بس نفس الوقت في حاجات هو صنعها وقلبت ضده. خلينا نقول الاحداث كلها ما كانت بتصير لولا إيجمان، هو اللي سبب الاحداث في الاخير. ممكن وجهة نظر برضه. يعني هو شخصية مهمة للأحداث، بس ما أقدر أقول إنها أفضل واحد. أنا يعني يقعد سيلفر أول عام. الله عليك الله عليك. أفا يا سكسل، أربحت كلبين مساعدات، هجي تقدر أفا. برو شوف شوف صورة حسابي، شوف صورة حسابي الحالة، هتخبر أهو بالضبط. قول له حسن يا غدار. ماشي أكلوك مواشي، زهقتني. تصرف عمك اللي بعده. طيب مين دوره؟ العزب. مين الأعزب؟ أنت برا خليتني أعزب. طيب أنا أختار رقم 7. لما أوكي لا لا أقرب. إيه في لماذا تحول سونيك في سونيك إكس إلى دارك سونيك، وكيف تحول إلى دارك سونيك؟ يعني كيف وليش؟ سؤال سهل. كيف؟ عشان استخدم كياس إمر المزيفة، والسبب عشان شاف روبوتين يعذبوا في كريس. نقطة رابعة للأسطورة. ما عاد أسطورة للفانس هيلفار نفس المخطوب. 10. هذا السؤال بتلخبط فيه بإذن الله، بتلخبط فيه إن شاء الله. ليه كده طب؟ ما هي لون عين سوبر سونيك في سونيك 2 وفي سونيك جينيريشنز؟ في سونيك 2 كان لونها مش فاكر، هو يا إما أسود يا إما أخضر. هو اللي أنا عارفه إنه في سونيك جينيريشن لونه والله عينه لونها أحمر، ده أنا عارفه. أما في سونيك 2 مش متأكد أوي، تقريبا أسود. في سونيك 2 لون عيونه أحمر، وفي سونيك جينيريشن لون عيونه أحمر. أي ثواني العكس. لا هو في الاثنين لونه أحمر. إيه إيه؟ لا استنى بقى. لا 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 لا، مش صدقك. المودرن هو عيونه. انت محددتش، استنى، انت محددتش في سونيك جينيريشن المودرن ولا كلاسيك. في سونيك 2 كان لون عيونه احمر، وفي سونيك جينيريشن كان عيونه اخضر. لا ازاي بقى، استنى بقى كده، استنى استنى استنى. بعد الفيديو بيتضارب مع محمد دي اكس. اديها لي نقطة، اديني نقطة ميش فيه. حقيقة هو ده جاب 5 نقاط، اللي يجيب 6 نقاط الاول يفوز. تم تغيير القوانين، ما لي دخل. لا بص بقولك ايه، كله متسجل اهو، كله متسجل في الفيديو، كله شايف انك انت واحد مرتشي واخد من سكسر شوية فلوس عشان يظبطك. يمكن انت حاقد على المخطوبين ولا حاجة يا سنجل. يب يوم تزوج ما راح احقد. ربنا يكتب لك بنت الحلال. لا ايه اللي لا؟ روح هش هش، وانا عملت حاجة يا ذبانة، عملتك حاجة يا مصري، مصري اسود. يلا يا عرائي يا اسود. اللي بعده نخلص من الفيديو ده، عايز اسجل الفيديو، عايز انام، عايز اتخمد. انا اختار رقم 4. سؤال صعب. كم عدد شخصيات سونيك الجانبية؟ اي وانت اللي بيجي معك اسئلة زي كده ليه؟ في دايما انا احصل على الاشياء الجانبية. ليش ليش؟ عشان انت واحد جانبي. ثانكس. اي خدمة. تؤمر واحد سوداني. بليز كريم فانيلا. فانيلا ولا كاكاو؟ بقولك ايه، ما تتعطش مع مؤمن تاني يعني، حاجة كمة الفيلة. ايداني صح.
5 لي حسن. اختار 2. كيف هزم سونيك من سيلفر في سونيك 06؟ وجعاء. ايش هذا الصوت؟ ضحكة الجنون او ضحكة الشر؟ الاثنين. لو انت لعبت بسيلفر فحتضرب سونيك كده بعد ما تضربه حتيجي كاتسين انه سيلفر قام ضرب سونيك رماه كده في الحيطة جامد، كان سيلفر خلاص هيخلص عليه، خلاص هيموته، قامت ايمي دخلت. وتاني مرة بقى جه بقى سيلفر لسه هيخلص على سونيك بقى كده، كان مع اليس وكده لسه هيخلص على سونيك، قام شر دخل. وبعد كده مش لازم نقول بقى اللي حصل بعد كده عشان سيلفر عمكو مجنون بسيلفر. عشان عمك ما راح نتحدث عن الجليتش اللي يصير لو يمسكك سيلفر ويطيرك فوق. المهم لا، انه سيلفر كسب سونيك ويعني هو سيلفر اقوى من سونيك وبس، واقوى من شادو غصب عن اي حد. السؤال بعده دي نقطه. يلا مع ذلك سيلفر جانبي. السؤال بعده ادخل سيلفر، قول السؤال بعده. السؤال بعده رقم كام؟ اخذت نقطه. قشطه. السؤال بعده 14 صح؟ يب. في سونيك برايم ما هو رقم السري الخاص بمختبر تيلز؟ بقول 1992. صح. يلا اختار تعادل. اختار 11. ما هو اسم اللعبة التي كانت مبنية على قصة ألف ليلة وليلة؟ هو مش متاكد، هو حاجه اثنين، يا اما بلاك نايت او يا اما سيكت رينجز، بس تقريبا اللي هو سيكت رينجز. تليفوني بيخلص شحن فحلمون. ايه ده؟ طب صح ولا غلط؟ طب كان صح، كان صح. اوكي بس شباب مؤقتا كده، لو عجبك الفيديو متنساش لايك شير القناه وبس. على كتاب هدى ومع السلامه. سي يو ليتر. قفل الفيديو بقى كده 50 دقيقه. اوكي.